أعتقد إحنا وصلنا لعند هذه النقطة، عند النقطة هذه أعتقد. بس أنا بدي أرجع شوية لهوني وأحكي بعض الشيء بالنسبة للwork done. إحنا كنا الwork done by a force. الآن يا شباب، هذا الستوب اللي إحنا شايفينه هو عبارة عن جسم بيتحرك حركة عامة كوفلينير. هذا ما هو عام من الحركات، الحركة المستقيمة خاصة، لكن الحركة العامة هي كوفلينير. والقوة F بتأثر عليه بدرجة ألفا. هاي الكيورد، كلمة المفتاح فيها التغير يا شباب. اللي احنا بنعمل انتجريشن لانه في عنا مجال انه يتغير كل من المسار وكذلك الفورس. واضح؟ لذلك احنا حطينا الانتجريشن من اس لتو وحطينا دي اس هنا باعتبار انه الاف هي فانكشن اوف دي اس، باعتبار الفانكشن اوف دي اس الاف. إذا كنا الاف هي عبارة، حطينا الاف in terms of fx و fy و fz، صارت الاف تتغير with respect to x. فلاحظ انت، يعني انا لما بقدر اعمل شيء هنا الا اذا واحد قال لي fx is equals مثلا 3x plus 4. اذا اعطاني هذه كلمة fx بقدر احطها داخل الانتجريشن واعمل انتجريشن. صح ولا لا يا شباب؟ فاحنا بنفترض هنا انه الفورس تتغير with respect to x، وكذلك ال fy بتتغير with respect to y، وهكذا. واضح يا شباب؟ هذا بشكل عام حتى نضمن انه يكون النتيجه مضبوطه. هسا كنا اذا كان عندنا طبعا احنا ال fx وال fy وال fz، اذا كان عندنا ال ft مع ال s، لانه احنا بناخذ هون الانتجريشن لل ft. لاحظ شباب؟ اللي كان يعني f times هذه القيمة شو هي؟ شو هذه القيمة شباب؟ F T tangential أو F theta، صح ولا لا؟ ال F T. هسا إذا حطينا ال F T مع ال S وصار عندنا تغير، هذا ال area under the curve will represent the work done by the force. طيب شباب، الآن بدنا ننتقل للنقطة اللي إحنا وصلنا إلى عندها، وهي إذا كان الـ work of a force. الآن بدنا نخصص، عممنا في السابق، الآن بدنا نخصص. إذا كانت القوة F ثابتة وكان المسار rectilinear، لاحظ قبل شو كان عندنا؟ فكانت عندنا القوة تتغير والمسار curvilinear. الآن تخصيص القوة ثابتة، لاحظ حطينا constant force، وشو كمان عندنا؟ rectilinear. طيب يا شباب، فهسا ال work done by this force، والقوة هذه مش شرط تكون قوة بنفس اتجاه الحركة، يعني ال F ثابتة، الحركة rectilinear، بمعنى هذا الجسم واحنا بدنا نحركه، حركة القوة ممكن تكون بزاوية، صح ولا لا؟ في هذه الحالة، فشو بدي أعمل في هذه الحالة؟ لازم أحلل القوة، القوة اللي بدي إياها F times cosine theta times delta X. delta X المسافة بين A1 و A2، هذا هي الـ work of a force، rectilinear force إذا كانت ثابتة. طيب شباب، الآن أمثلة على القوة الثابتة الوزن، صح ولا لا؟ هسا الوزن بافتراض إحنا مش كل يوم بنزيد وزننا ولا بنقص، وزن الأشياء على هذه الأرض افترض إنه ثابت، هذا الوزن هي احد القوى، صح ولا لا؟ والحركة اللي باتجاه هذا الوزن ركتلينيا ولا كيرفلينيا؟ يعني هل الجسم اللي بيسقط من السماء، لنقول من السماء، هل بينزل بتعرج هو ينزل، ولا اذا كان له وزن معين، يعني مش زي الفذا، بينزل بشكل مستقيم، صح ولا لا؟ ففي هذه الحالة في عندنا ركتلينيا شباب، وفي عندنا constant force، صح ولا لا؟ شيك. طيب الريكتلينيا والconstant force يا شباب، بغض النظر، يعني احنا لو بدنا نشوف حتى المسار، لو الجسم مشى في حركته على سلايد، هذا سلايد، يعني مش عندنا سلايدز، احنا طول كرم صرنا مدينة ملاهي،
مش عندنا سلايدز وعندنا ما شاء الله. تصور انه الجسم يتحرك من ايه من A1 ل A2. الان انا بحرك الجسم انا بدفعه او في عندنا قوه موتور كهربائي بحرك الجسم من A1 ل A2. الان انا بدي اركز على الوزن، ما بدي اركز على القوه الدافعه على هالجسم، بدي اركز على الوزن. الوزن لوين؟ لتحت. والديسبليسمنت اللي تحركها الجسم باتجاه الوزن لوين؟ لتحت برضه، لانه احنا اللي بهمنا يا شباب القوه والديسبليسمنت باتجاه القوه، هذا هو الورك دون. فخلينا يعني نستخلص هذه البيانات ونحطها في معادلتنا، انه عندي W وعندي تحرك الجسم من A1 ل A2، يعني الحركة اللي تحركها الجسم وينها؟ هذه الحركة، شايفين الشباب ولا القلم مش مزبوط؟ هذه الحركة. طيب يا شباب، هذه الحركة اللي هي بنسميها ال A2 اللي هي الدلتا Y، هذا الديسبليسمنت، فيرتيكال ديسبليسمنت. لاحظ الآن يا شباب في نفس المنطق، لو كنا بدنا نستخدم المعادلات السابقة احنا بنقول the work of a force لو كان curvilinear، مش هيك curvilinear حركة صح ولا لا؟ بحطها fx times dx وبدي اعمل هسعيات، بما انه ما في عنا fx ولا عنا fz، فهذه بتروح وهذه بتروح، صار عندي fy times dy. ال fy كم هي؟ w، والدي زي والدي واي صح ولا لا؟ بس ليش حطيت ماينس؟ لانه اتجاه القوه لاسفل والجسم بيتحرك بهذه الحركه، يعني احنا بنفترض انه الجسم بيتحرك بهذه الحركه. فالحركه لاعلى والجسم وزنه لاسفل. في كل الحالات اذا كانت اتجاه الجسم يخالف الديسبليسمنت بنحط الماينس مع الورك دون. مرة ثانية، وين بنحط الماينس؟ عكس الحركة. إذا كانت الحركة الديسبليسمنت مش الحركة، إذا كانت الديسبليسمنت بعكس اتجاه القوة في عندنا ماينس. طيب يا شباب، فصارت عندي الـ U12 هي عبارة عن الماينس W، خلينا نركز عليها. ال U12 هذه اللي هي ال work done by the weight is equal to minus W times delta Y. delta Y شو هي؟ الفرق، فرق بين الارتفاع. واضح شباب؟ هذا بالنسبة the work of gravity. طيب وين بيكون ال work of gravity موجب؟ إذا الجسم بيسقط بمحض إرادته، إذا الجسم بنفسه، يعني الجسم الساقط. الآن أنا عندي جسم ما رح أسقط، تخفش. لو هذا الجسم بده يسقط لحاله، القوة لوين؟ لتحت. بدنا نفكر فيها هذه. والديسبليسمنت لوين؟ لتحت. فصارت موجبة، صح ولا لا؟ هلا أنا إذا الجسم على مستوى وأنا رفعته، بتكون الورك دون باي ذا فورس نيجاتيف. يعني إيش النيجاتيف؟ يعني الورك دون بذلت على الجسم. واضح؟ بينما في الحالة الأولى الجسم هو بذل فورس. طيب شباب، هذه فلسفة الهندسة. الآن خلينا ننتقل إلى مثال مشابه. الآن الزنبرك لما إحنا نثبته في مكان نشده، تصور أنت شباب اللي بيلعبوا رياضة وعندهم عضلات، يعني مش بتلعب الزنبرك، زنبرك بس بعيد عن جسمك. لما احنا يا شباب نشد الزنبرك مش في قوة؟ الآن الزنبرك شو بيساوي؟ بيعمل displacement. طيب الآن ركز لي على قوة الزنبرك نفسها، مش قوتك انت، قوة الزنبرك نفسها. قوة الزنبرك بتكون باتجاه معاكس للشد، صح ولا لا؟ يعني انت بتشد في طرف مثلا على اليمين والزنبرك بشد على اليسار. الآن بدنا نركز، الآن الورك اوف ا فورس اوف ا سبرينج نفسه، الزنبرك نفسه.
لو افترض انه هذا الزمبرك هذا في وضعه الطبيعي، بمعنى ايش يعني وضعه الطبيعي؟ مش مشدود ولا مرخي، يعني لا لا له مشدود وله مضغوط، اه في حاله طبيعيه. هذا شدناه يعني في الحاله الثانيه الزمبرك displaced by value x1، بعدين حركنا ل x2، يعني تحرك الجسم خلينا نقول من هذا الوضع لهذا الوضع، هذا الوضع x1 لهذا الوضع x2. الان انا بدي اشوف الورك دون باي ذا فورس لعمل هذا الديسبيسمنت. واضح شباب؟ من x1 ل x2. What's the work done by the spring force in this case؟ هلا الزمبرك كنا بيتحرك لليمين x1 ل x2، زادت الديسبيسمنت، يعني الزمبرك الديسبيسمنت يعني الدلتا x اللي هي x2 minus x1 اه يساوي x2 minus x1 اه خلينا نقول دلتا x مالها towards the right. طب الزمبرك لوين بشد؟ another case for negative work done. واضح؟ لذلك في هذه الحالة بدنا نتوقع انه الورك دون في هذه الحالة يكون نيجاتيف. واضح شباب؟ الآن بدنا نقيم قديش هذا كنت الورك دون. بدنا نبدأ في عمليا، هل القوة في الزمبرك ثابتة ولا متغيرة؟ ها؟ متغيرة. ليش؟ لأنه الزمبرك كل ما شديته كل ما هو زادت القوة المقاومة فيه. ليش؟ لأنه بنعرف احنا الورك دون الزمبرك القوة بالزمبرك هي عبارة عن معامل المرونة ضرب الديسبيسمنت، صح؟ لا يعني هنا عادة بدنا نعمل ريليشن شيب، هذه كنا الاف وهذه كنا الاكس، شو بيكون عندنا؟ خط مستقيم، صح ولا لا؟ بزيد. ففي هذه الحالة شباب احنا اللي بدنا اياه الان بدنا نحاول نشوف قديش القيمة الاف مشان نحطها تحت الانتجريشن. احنا كنا الاف is equal k times x. الان du بدنا نفترض انه بدنا ناخذ du ايش يعني؟ infinitely small work done. du is equal minus f times dx باعتبار انه dx هي displacement small لانه في variations. وليش حطينا الماينس؟ ماشي شباب؟ يعني احنا نفترض ان الزمبرك لليمين والديسبيسمنت الزمبرك بتحرك لليمين والشد الزمبرك للشمال، فصارت ماينس اف تايمز دي اكس. بنحط بدل الماينس اف، لاحظ قيمة الماينس اف اللي هي كم؟ الماينس كي اكس، صح ولا لا؟ فبنعوض بدلها، فبصير عندي مشان يعطيني الورك دون ان موفينج ذا اوبجكت فروم بوينت 1، هذه point 1 to point 2. Work done in moving the object from point 1 to point 2 is equal integration of minus x1 to x2 kx times dx. اه بيعطيني ايش؟ هذا شو بيعطيني؟ بيعطيني الماينس kx squared. وهذا ماله؟ من وين لوين؟ من x1 ل x2. شو بيعطيني يعني؟ بصير عندي minus k هذه x2 sorry minus k x2 squared minus k x1 squared، صح؟ النص، طبعا النص هذا بنحط النص، اهم شيء النص. Well done. طيب يا شباب لاحظ انت هذه الماينس ماينس هذولا بيعطيني بلس، فصارت عندنا هذه القيمة half k x1 squared minus half k x2 squared. لاحظ انت الآن لو بدنا نعرف
القيمة هذه وين بتكون هذه القيمة موجبة؟ وين بتكون سالبة؟ إذا كانت x1 greater than x2 معناته بيكون عندنا موجب. وين هذا بيكون x1 greater than x2؟ في حالة الضرب. طيب يا شباب، والحقيقة في تفسير آخر للعملية. طيب يا شباب، إذا كانت x1 greater than x2 في عندنا positive، التفسير الآخر للعملية إنه إحنا لو تركنا الزنبرك بعد ما شدينا لهذه النقطة، لو تركناه يرجع on its own accord لحاله، يعني شو بصير؟ الاف وين بتصير؟ الاف بتصير لو أنا تركته، مش أنا وصلته لهون، لأن تركته يرجع بصير الاف لوين؟ لا شمال. والديسبلايسمنت بتصير عمليا لشمال، بصير الحركة باتجاه القوة في هذه الحالة بيكون موجب. واحنا كنا الموجب معناته انه الاوبجكت از دوين اتس اون ورك، صح ولا لا؟ الزنبرك انت لما يرجع ما بتضغط عليه يرجع، هو بيرجع لحاله، صح ولا لا؟ طيب يا شباب، ففي هذه الحاله another case where positive displacement and force in the same direction will give me positive work done. طبعا في امكانيه انه اطلع على، يعني في امكانيه انه ما يعطيني الاف، انما يعني يعطيني كفانكشن، يمكن يعطيني هذا يعني العلاقه بين الاف وبين الاكس. شو بنساوي؟ بنشوف الاريا under the curve والورك دون يساوي سالب هذه الاريا في هذه الحاله، سالب half f1 plus f2، لانه هذا شبه منحرف، صح ولا لا؟ طيب يا شباب، طيب well done. We'll move on to the next slide. And another case, another example. The work done by forces. واحد هذه القوى، قلنا القوى الجاذبية بين الجسمين في هذا الكون. افترض انه عندنا هنا Mother Earth وعندنا هنا قمر اصطناعي. كنا في هذه الحالة في عندنا قوى، القوى الوحيدة هي القوى المركزية. صح ولا لا؟ The work done by this force is equals to integration of F times displacement باتجاه القوة. طب هذه القوة باتجاه ال R، صح ولا لا؟ صور انت الجسم كان عند نقطة A وانتقل لنقطة A داش، صح؟ اللي بهمني انا مش ال displacement هذه. ليش؟ لان هذه displacement مالها؟ عمودية على القوة، ولا يمكن في عنا قوة بتعمل work done في حركة بتكون عمودية عليها، صح ولا لا؟ يعني أنا الجسم، كل الجسم بيتحرك أفقيا وفي عنا الوزن. الوزن شو بيأثر، شو عامل الوزن للحركة الأفقية؟ ولا شيء، ما لهش دخل. الوزن عمودي والحركة الأفقية أفقية. واحد نناقش هذا الموضوع فيما بعد. ظهر الشباب، فأنا الآن الجسم يتحرك من A ل A داش وحركته حركتين، صح ولا لا؟ حركته من هذه النقطة عمودية على ال R وبعدين حركته باتجاه ال R، صح ولا لا؟ أنا اللي بهمني الحركة من هون لهون اللي هي باتجاه ال R، فصارت عندي ال DU is equal minus F times DR. DR المسافة بين المستوى الار الاول اللي هو مساوي للمستوى الار اللي عند A للمستوى الجديد، هاي الدي ار، وباتجاه لما ناخذ انفينيتلي سمول، يعني نحرك الجسم بس حركه بسيطه جدا، احنا بس وي اكسباندين ات سو وي كود سي واتس جوين اون. ان رياليتي دي ار از انفينيتلي سمول، دي ار ابروتشز زيرو. طيب شباب، فصارت عندي minus f times dr. طب ليش minus f times dr؟ مرة ثانية حالي مشابهة للحالات السابقة، الاف باتجاه المركز، الار outward باتجاه معاكس، فصارت الوقت on minus f times dr. طيب شباب، minus f times dr واللي هي طبعا الاف بنعرفها جي ام ام على ار سكوير تايمز دي ار. طيب شباب،
مشان نعمل الانتجريشن مثلا من A1 ل A2 ل A1 طبعا في عندنا R1 و A2 R2 نعمل انتجريشن جي ام ام على R سكواد. وفي هذه الحالة يا شباب يعني احنا بنعمل انتجريشن جي الكابيتال جي والكابيتال ام وسمول ام all of this are constant. يعني بصير عندي ايش؟ minus جي ام ام خلينا نكتبها بس بشكل واضح. بصير عندنا minus جي ام ام في ايش؟ في الانتجريشن للار تو ذا باور اوف minus 2 تايمز دي ار شيك يساوي minus g mm times r to the power of minus 1 على minus 1 هذه من قيمها من r1 ل r2 والباقي عندكم طويل بسيط. ليش؟ لان انت هذه الماينس طبعا ماينس هذه الماينس صح؟ ما هذه الماينس كنسل قبل ما نعمل انتجريشن أو بعد ما نعمل انتجريشن. المهم بيطلع عندي هذه القيمة اللي هي جي ام ام ار على ار 2. ليش على ار 2؟ وين راحت سكواد؟ راحت في التكامل. طيب يا شباب فصار عندي الجي ام ام بتقسم هسه بتعوض في الار 2 اول ايش؟ طيب في الار 2 طبعا الار 2 يعني بصير عندي الجي ام ام ماينس. طيب يا شباب انا كنت بدي اعوض مشان افرجيكم كيف اجت بس انتم ما شاء الله يعني سباقين سباقين كما عهدتكم يعني. بس الان يا شباب الان بدنا نطلع على بعد هذا العمليه نطلع على امثله الورك دون ما بيعمل شغل. احنا كنا لكم في السابق قبل شويه ذكرنا في احد الامور انه في عندنا قوه لكن ما بتعمل شغل. بدنا نشوف امثله forces which do not do work. طيب شباب امثله عليها. اول مثال reaction at a frictionless pin supporting a rotating body. كلكم اخذتوا استاتيكا اخذتوا استاتيكا طيب هسه انا بدي اعطيكم مثال ونشوف كم واحد اخذ استاتيكا. هذا جسم بيتحرك او ستاتيك خلينا نقول ستاتيك عند شو هذا؟ بين بين سبورت. طيب البين سبورت يا شباب الرياكشن عنده وين؟ لتحت ولا لاعلى؟ على ايش؟ على الواي؟ تفضل الواي لاعلى اي بدي اوص حسب اتجاه الحركه ما بيتحركش له وزن بس القوه خلينا نقول القوه خلينا نقول القوه بهذا الشكل انا القوه بهذا الشكل وين الـ وين البين شباب في كل الحالات في كل الحالات لازم نفترض مش مزبطين في استاتيك لازم نفترض في كل الحالات يا شباب لازم نفترض at the pin support لازم يكون عندنا fx و fy او rx و ry. يعني انا بدي افترض هون في عندي reaction rx وعندي ry. واضح شباب لازم افترض عندي ال pin support وجود هذه بغض النظر شو اللودينج يمكن الوزن بس. واضح هذه في حال الستاتيك. بهذه الحالة يا شباب الـ RX والـ RY ما بيعملوا work at all. ليش؟ لأنه نقطة تأثير هذه القوى لا تتحرك تحت تأثير القوى. يعني أنا حطيت الـ RX لليمين هل اتحرك الـ pin support؟ فالـ DS zero موجود القوة الـ DS zero والـ DS DX zero والـ DY zero فهنا It does not work. There is no work done by this. هذا أول أمثلة. طيب ثالث ثاني نشوف. Reaction at a frictionless surface with a body in contact moves along the surface. هذا واضح.
جسم بيتحرك على سطح املس. بيتحرك على سطح الاملس باتجاه السطح الاملس على نفس المستوى، لكن فريكشن ليس، معناته ما في قوة احتكاك، ما في قوة، في displacement بس ما في قوة، ما في work done. Reaction of the roller moving along this track. الرولر يا شباب هذا الرولر تحرك على التراك، هسه الحركة بيكون بهذا الاتجاه. الرياكشن وين على الرولر؟ ما في ار اكس؟ لا ما في، ما في ار اكس. ليش ما في ار اكس؟ شو الرولر عم تعمل هي؟ تحرك بشكل افقي، كانها بتفعل ما يكافئ، بتفعل ما يكافئ سموث سيرفيس زي الحاله اللي سبقت، فريكشنلس سيرفيس. طيب يا شباب فريكشنلس سيرفيس هذا بتفعل لانه كل ما صار في عندنا بيلد اب اوف فريكشن الروله بتدور. طيب يا شباب ففي هذه الحاله ما في عندنا ار واي وما في عندنا اف، ففي هذه الحاله شباب صار عندنا بس ار واي، رغم انه في عندنا حركه بس الار واي معاه متعامد مع الحركه، ما في عندنا ورك دون، الرياكشن ما بيعمل ورك. طيب شباب ويت اوف ا بودي وين ذا بودي موفز هوريزونتالي، في هذه الحاله انا ضربت الطابه سواء كان باي هيد اب باي كيك، الطابه تحركت من نقطه الى نقطه تراجكتوري. هلا الوزن نفسه شو بيعمل ورك دون باتجاه الافقي؟ زيرو، ما في عندنا ورك دون، لانه الورك الورك دون لازم يتطلب منا انه يكون القوه والديسبيسمنت بنفس الاتجاه حتى يكون في عندنا افكتيف فور ورك دون. واضح شباب؟ الان بدنا نيجي على موضوع اسمه اسهل من هذا، اسمه الكينيتيك انرجي، ونشوف علاقة الكينيتيك انرجي مع الورك دون. بمعنى احنا نتصور انه عندنا الحالة الطبيعية سيارة في ايام الشتاء، سيارات امرار مالها بتبطل تتحرك، يعني البطارية بتطفي، بشوف هالناس بتدفع صح ولا لا؟ احنا عندنا ما شاء الله عندنا سمارتن يعني سبيريت قوية جدا، يعني مش ممكن تمر على واحد بزق في سيارة وتضلك ماشي. بصير؟ ما يمكن، يعني في اوروبا بسيط ترى، يعني ان شاء الله بتقتل حالك ما حدا بيسال، بس هون هذا اللي يعني جميل جدا في بلادنا. مشان نعطيكم امثله على احنا كنا دائما نفكر كان اوروبا احسن، والله يا شباب ما هي احسن، والله انه اللي بضلوا هون بشوف العجب العجاب مقارنه مع اللي بشوفه هناك، يعني الحمد لله احنا بخير. طيب شباب هسه الان احنا شو اللي بيهمنا؟ الان انت عندك سياره واقفه فاحنا دفعناها بقوه، عملنا ورك ولا لا؟ اشتغل شغل؟ في شغل؟ في شغل. الحركه تبعت السياره كانت قبل شو؟ زيرو، صارت لها الحركه كينيتيك انرجي. فلاحظ انت لو بدنا نحط مكافئ الحركه مع الورك دون شو رايكم؟ نفسه فالورك دون له علاقه مع الطاقه الحركيه للسياره، فصارت الورك دون يساوي الفرق بين الطاقة الحركية last time move. طيب شباب الطاقة الحركية صار لها علاقة مع الورك دون، فاحنا بنقول الطاقة الحركية للسيارة او الفرق بين الطاقة الحركية للسيارة between two points is equal to work done. هذا قبل ما نبدأ الكلام، لكن احنا لو بدنا نعمله من ناحية رياضية، تصور الحركة من نقطة الى نقطة بشكل عام curvilinear، القوة هذه القوة بدنا نحلل القوة باتجاه التانجنشال باتجاه النورمال. هلا الان احنا بنعرف انه الاف تي از ايكوال ماس تايمز اكسلريشن باتجاه التانجنشال، والاكسلريشن باتجاه التانجنشال از ايكوال دي في على دي تي، لكن احنا بنعرف انه الفيلوسيتي هي عبارة عن فانكشن ان تيرمز اوف اس
بتعتمد على اس وبتعتمد على تي، فصارت الدي في على دي تي، نعيد تعريفها دي في على دي اس تايمز دي اس على دي تي، هذه القيمه في فصارت ام تايمز في تايمز دي في على دي اس. الان نعمل separation of variables، بنحط الدي اس مع الاف لانه هذه هي اف اف تي، هذه تساوي اف تايمز تي، فنحن نضرب الدي اس تايمز في، فصارت عندي اف تي تايمز دي اس از ايكوال ام في تايمز دي في. نعمل انتجريشن بوث سايدز يا شباب، نعمل انتجريشن بوث سايدز، فصارت عندي هذه القيمه اللي احنا بنعرفها ايش؟ البوكتون باي ذا فورس ان موفينج ذا اوبجكت الونج اس. وعندنا لاحظ بعد ما تعمل ال V1 ل V2 صار عندنا الفرق بين ايش؟ half mv2 squared minus half mv1 squared، اللي هي الفرق بين الكينيتيك انرجي الثانيه ناقص الاول. يعني الجسم صار، نفترض ان الجسم تحرك بسرعه اكبر فيما بعد عن السرعه الاولى. صح؟ يعني الجسم كان ساكن اول في حاله السياره، الجسم كان ساكن صار عنده حركه. يعني بنقول الطاقه الحركيه الثانيه ناقص الطاقه الحركيه الاولى اللي هي صفر. فلاحظ صارت الوقتون is equals to T2 minus T1. وهذا يا شباب القانون راح يكون يمثل معانا من اهم القوانين اللي راح ناخذها فيما بعد. طيب شباب، هذا القانون يا شباب مهم جدا، انا بحكي لكم اياه، هذا القانون مهم جدا، بده حفظ وبده متابعه. يمكن كتابه هذا القانون بالطريقه هذه، انه نقول انه ال U1 T plus T1 equals T2. بمعنى ايش؟ الشغل زائد الطاقة الحركية الأولى بيعطيني الطاقة الحركية الثانية، input تساوي output. واضح شباب؟ هذا كل اللي احنا بس حبينا نقول لكم اياه. الـ units اللي بنستخدمها في الورك دون جولز، برضه الطاقة الحركية جولز. بشرط ايش؟ بشرط اني استخدم الكتلة تساوي كيلوغرام، السرعة meters per second. طيب يا شباب، مش يعني مهم جدا، T is equal half mv squared، لازم احط الكيلوغرام واحطه مع meters per second. لكان عندي سنتيمتر per second، لكان عندي كيلومتر per hour، ما بينفع ان يعني نستخدم هذه الوحدات مشان ايجاد الوقت. طيب يا شباب، فان شاء الله احنا راح نستخدم، بس مشان نشوف السلايد الثاني، السلايد الثاني راح تكون عند هذه النقطة تطبيقات على اللي تكلمنا. طيب يا شباب، شكرا لكم، السلام عليكم.